دعهم يسيئون فهمك، دعهم يحكمون عليك، آراءهم ليست مشكلتك بل هي لسد النقص في نفوسهم المريضة. اعلم أنك طاقة جبارة في هذا العالم، أنت لم تخلق عبثا. دائما ضع هذا السؤال أمامك: من أنا؟ ما الأمور التي جربتها وأثرت بشكل كبير علي إيجابيا أو سلبيا؟ ما الذي علي أن أجربه في قادم الأيام؟ في داخلك قوة رهيبة، حان الوقت لإيقاظها. الصراع لأن أكون أفضل بالفعل قد بدأ. هي معركة بينك وبين كل من يحاول الحد من قدراتك. الاستسلام ورفع الراية البيضاء هو ذلك السهم الذي سينهي طموحك وأحلامك ومستقبلك. فلا وجود للخنوع في معركتنا هذه. ابدأ هادئا، تحلى بالصبر، تحدث إلى ذاتك كثيرا، ستكون هنالك جراح. تعلم كيف ستواجهها وتعالجها. عزز الثقة، اكتسب تقديرا ذاتيا، امنح الاطمئنان لروحك. لا تجرؤ على الشك في قيمتك أو جمال حقيقتك. ابتعد قدر الإمكان عن الاهتمام الشديد بنظرات الآخرين وآرائهم. كذلك ابتعد عن أناس يحاولون إضاعة وقتك ولا يقدمون لك غير النقد الهدام. سيؤخروك كثيرا عن هدفك، تجنبهم حتى لا تشعر باليأس والإحباط. خطط جيدا، وإذا فشلت أعد المحاولة. ابتكر طرق جديدة، استمر بالحركة، لا تقف. لا تجعل انتظارك للإلهام والحافز يؤخرك عن السعي لحلمك أبدا. أنت اصنع الحافز الذي تريد بنفسك. خذ قسطا من الراحة، فذلك الوقت الذي تهدأ فيه لتستجمع قواك ثانية هو وقت مهم. اهدأ قليلا من الجهد والضغط والتوتر لتكون انطلاقتك أقوى ثانية. إن كنت تملك الإصرار فستصل حتما. حدد هدفك واصل، ولا تمل من المحاولة. وتذكر إنه لديك خيارين في معركتك هذه: إما النجاح أو النجاح.